بريزونتو لك بالضيف. انا مرحبا بكم اينما كنتم اليوم في حلقه اللي هي شيقه ومع الفنان الكبير ديالنا سيدي عبد الله الملقب مسيح اللي هو من الرواد ديال الحلقه بجامع الفنا واللي معروف في المسرحيات وبالضحك ديالو وبكذلك بالنكات ديالو. سيدي عبد الله مرحبا بك عبر جريده صوت العداله. انت الان في برنامج اللي هو معاناه الفنان وبالخصوص الفنان المراكشي. سيدي عبد الله بغيناك تقربنا بزاف من الشخصيه ديالك وكيفاش حتى دخلتي للفن. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تنشكر الجريده صوت العداله اللي هي فكرت في الفنان، مشكورين جدا جدا. الاسم ديالي عبد الاله الكنيه امل الملقب بن مسيح، الزياده ديالي سنه 1971، ولد بوسكري، زدت في بوسكري، زدت في درب سيدي بولبنه. خرجت للميدان ديالي مني مات الوالد ديالي، لان الوالد ديالي ما كانش حلايقي. الوالد ديالي كان موظف في اداره الشجون في بون مهرز. مني توفى الوالد ديالي خلى المي سته ديال الدراري. مي ما عمرها خرجات، ما عمرها عرفت الزمان وداكشي. الدراري اللي كبار راه كاين اللي خرج خدم. انا عطاتني الواحد المقدم ديال ولاد سيدي احمد وموسى الله يرحمه والله يجدد عليه الرحمه. سبع سنين، سبعات السنوات، باقي صغير. دخلت مع هذيك الربعه، هذه الربعه ما تشتغلش في الميدان ديال ساحه جامع عرفنا، تخدم في البلدان وفي الدوار وفي المدن. درت معاهم من مدينه لمدينه، من دوار لدوار 16 سنه. اعتزلت. من اعتزلت خدمت مع واحد الثنائي اللي هو صاحبي، لقيته في هذه الربعه نيت، تيقولوا ليه الدرداق مصطفى، هو الثنائي ديالي اللي مازال انا وياه تنشتغلوا في الحلقه. اللي كنتو معروف، باش نوضحوا للمتابعين ديالنا، درداك مصطفى اللي هو كنتو معروفين وقت طويل وكذلك شاركتوا في مسابقات على ما اظن في الاذاعه المغرب ميدي ان تي في وربحتوا هذيك المسابقه ديالكم. قربنا بزاف من هذيك المسابقه اللي كنتو شاركتوا. هذيك المسابقه كانت فيها 174 مشارك، جميع الحليقيه ديال المغرب كلهما، يعني فنانه، ناس من العيار الثقيل، كاين اللي عندهم كلمات ويعني ما كاينش اللي تيكتب ليهم، تيقعد يدير واحد الربع ساعه تيخرج 20 كلمه، عندهم وزن. هاد الناس هادو شاركنا معاهم وكانت المشاركه صعيبه، يعني السبيكتاكل اللي داز اليوم ما تدوزوش غدا، واللي داز غدا ما تدوزوش بعد غدا، يعني عطاونا واحد الامتحان اللي هو صعيب. والحمد لله تجاوزناه وخدينا اكبر جائزه اللي هي 20 مليون سنتيم. وهذوك الناس اللي شاركوا معنا حتى هما كاين اللي خدا البركه، كاين حتى هو اللي يعني بنادم ما مشاش خاوي، يعني كل واحد خدا البركه ديالو. الازليه عطيتو 3 ديال المليون. سيدي عبد الله عطيتوهم من الفلوس ديالكم انتم اللي ربحتوا؟ اللي ربحنا، هذا هو يعني احنا درنا بحال احنا لقينا واحد البلاصه في واحد السوق ودرنا فيها الحلقه، وداك الشيء اللي قسم الله صورناه وفرقناه. وهكا تنتمناو عند الخوت باش يفكروا فينا، لانه حتى حنا راه وصلت فينا واحد سيدي عبد الله. حنا جايين لهذه القضيه ديال المعاناه، بغينا غير نعرفوا واحد القضيه، من ربحتوا هذه المسابقه ما شفناكمش بزاف، شفناكم قليل في بعض المسلسلات، ولينا كنشوفكم غير في جامع فنا. كاين عندكم الحمد لله المتابعين ديالكم، علاش ما بقيتوش كتشاركوا في الافلام؟ علاش ما كاينش شي افلام كبار شفناكم فيها مع ممثلين مراكشيين نيت اللي عندنا هنا، مخرجين ممثلين كبار في مراكش؟ علاش؟ انا غادي نقول لك علاش. لانه جات وقيت الصراحه، وقيت الحق خير من الخلق. مني تيكونوا عندك ناس اخرين، شكون كان وقع ليا واحد المشكل، ما غاديش نذكر الاسم، ولكن كان وقع ليا واحد المشكل مع واحد الفنان من الفنان المغاربه اللي هو مشهور على قبل مهرجان الضحك في مراكش دوغيغ. ومني وقع ذاك المشكل صافي، لانه جاو عندي ناس اخرين قالوا لي تجي تخدم وراه غنعطيوك واحد شويه ديال واحد 10000 ريال. جاو عندي شي ناس الجامع عرفنا، ما عرفت انا شكون يصيفطهم، وجاو مني قالوا لي هذيك الكلمه ما استقبلتهاش انا. قلت لهم اودي انا ما انتم اقعدوا حدايا هنا في جامع عرفنا، وعودوا عمروا غير تاي اعطيوها تاي للناس اللي تيجيو عندي، وراه غادي نجمع لكم انا 10000 ريال نعطيها لكم من عند هاد الناس. بحال اهانه ليك. هذه تتسمى اهانه، حيت كاع الا بغيت نعطيك شي حاجه
ولا بغيت ندير معاك شي حاجه، راه كاينين طرق باش غادي ندير معاك، وكاين طرق باش غادي نعطيك. حنا العقليه ديالنا الله يهدينا، للاسف كاينين مخرجين هنا في مراكش، وكاين بعض الناس اللي هما هنا في مراكش ما تعيطوش عليا لحكم النفس ديالي حاره، بحكم انا تنقول اللي كاين. والناس دابا في هذه الوقيته اللي تيقول المعقول تيولي خايب، واللي تيكون كذاب وتيكون ما مزيانش وتيكون تياكل ديال الناس، هذاك هو اللي تتكون الاسم ديالو معروفه وتتكون مقاده، لانه مربي هكاك ودوك اللي رباو حتى هما دايرين هكاك. ولكن حنا الحمد لله الناس اللي رباونا والناس اللي قراونا والناس اللي كبروا بينا وتعاونوا معنا وقفوا معنا، ربونا على الصدقه، ربونا على الخير، ربونا على نتعرفوا بعضياتنا، ربونا شحال من حاجه. وللاسف حنا الحمد لله انا واحد الحاجه ما تنقلعش منها الخير، الله ينصر سيدنا والله يخليه لينا والله يخلينا الشعب المغربي اللي هو تيأزرنا من طنجه حتى للقويره. تنلقاو الحباب ديالنا لا في هولندا، انا دوزت في سبيكتاك في هولندا، بينت فيه التراث ديال المغرب، في بلجيكا، سويسرا، سويسرا درنا فيها شي اربعه سبيكتاكات مع واحد الجروب تيقول له جروب باكروبات طنجي، ومسمينو الحلقه. علاش مسمينو الحلقه؟ سيدي عبد الله غنكملوا معك، غير بغينا نعرفوا انك مشيتي لاوروبا، خرجتي في مهرجانات، مثلتي كما قلنا في المغرب، واش درتي شي حاجه من هادشي؟ عندك شي ملكية، عندك شي منزل كتملكو، عندك شي مدخول آخر، عندك شي مشروع؟ أنا دابا ساكن في ديال الناس، أنا دابا قول بحال كاري، راهنا نهرب، راهنا نهرب واحد المليون، وهاد المليون كاع ما كاملش، راه غير هاد الناس تا هما اللي واقفين معايا الله يجازيهم بخير. وأنا عندي جوج وليدات، عندي أسرة كاملة. إيه حنا هنا عندي الوليد، ها هو ما بغيتوش أنا نخرجو كي خرجت أنا، ما بغيتش ندخلو للميدان ديالي. علاش ما بغيتش ندخلو للميدان ديالي؟ خفتو يتكرفس كيما تكرفست انا. انا دابا غير قول هي كاري، وما مخلص لا ضو وما مخلص لا ما، انا راه دابا راه جايه لشي 3 شهور ولا واقيلا 4 شهور هادي انا ما مخلص والو. عطاونا واحد 16000 ريال، راه واحد 20000 ريال راه شدينا النص ديالها عطيناها لهاد مول الحانوت اللي حدانا، هادي عطي داك الشيء اللي جاني في الراميد. اذا سمحتي لي يا سي عبد الله، انت فنان، عندك بطاقه فنان؟ هي بطاقه فنان، عندي بطاقه فنان، هي بطاقه فنان، راه هي صالحه غير تركب في التران، هادشي هو اللي بان لي انا. القطار هو باش كتركب فيه صافي. هو صافي هادشي هو، ها هي هاد البطاقه كما تتشوفوا، هي البطاقه ديال الفنان، ها هي البطاقه ديال الفنان، ها هي، هادي هي بطاقه فنان. وشكرا للوزاره مني تفكراتنا، ولكن حنا تنطلبوا من الله تكون شي حاجه اللي هي مفيده، تكون شي حاجه اللي هي فيها شي معاونه يوقفوا معنا. سيدي عبد الله، هذه بطاقه فنان. نعم. واش كاين فيها شي ضمان اجتماعي؟ لا. كاين شي تقاعد؟ لا. كاين شي راتب، شي حاجه تعويضات؟ كاين شي مسؤولين كيعيطوا عليكم كيتفكركم شي حاجه؟ وانا ما كاين اللي تيتفكرني، ما كاين اللي تيتفكرني الا الله سبحانه الا هو. بعد المحسنين اللي هما شحال هادي تيقدروا يتعاونوا معنا. وتنشكر واحد الفنان اللي هو ماشي من مراكش وعيط عليا وشاركت معاه في المسرحيه، وشاركت معاه في عده مسرحيات، وهو الشرقي السروتي اللي تنشكرو بزاف بزاف، شاركت معاه في مسرحيه ديال سبعه رجال، وتيتفكرني وتنخدم معاه هو وجواد السايح وابراهيم خاي. هاد الناس ديال كازا، هاد الناس هادو ماشي ديال مراكش، والناس ديال مراكش وعرفتو نتوما المخرجين، انا تنجد هاد الناس هادو. علاش ما تتعيطوش عليا انا؟ علاش ما تتعيطوش عليا باش ندوز شي مسرحيه اولا ندوز شي حاجه اولا ندوز معاكم شي مسلسل اولا؟ علاش انا ماشي فنان ما تنعرفش نودي؟ انا راه المغاربه كلهم تيحبوني وتيعرفوني، ولكن حنا الله غادي يخلص كل واحد. انتم ممكن في جامع فنا كتنشطوا السياحه، حنا انا كشخصيا انا كنجي كنتفرج فيه قبل ما انني نولج لهذا المجال ديال الصحافه، وكنجيو نضحكوا وكنشوفوا الناس كتجتمع بولادها الاسر كلها كتجي تفرج، يعني كتنشطني السياحه في جامع فنا انت وناس اخرين وكذلك الزميل ديالك. واش الناس ديال البازارات تفكركم شي حاجه؟ جابوا لكم شي حاجه؟ عيطوا عليكم؟ وهذا سؤال هذا غادي نوجهه للناس ديال مراكش، وانا تنشكركم على هذه البادره هذه،
وانا والله العظيم الا تا تفطر غدا ما كاينش حاليا حاليا، والله شاهد على ذلك. حنا ماشي تن ما بقى لي الا نبكي. هاد الناس ديال مراكش هادو اللي دايرين بجامع عرفنا، لازم عليهم يتعاونوا مع دوك الحلاقيه اللي كاينين في الساحه جامع عرفنا، تينشطوا اي سائح اي واحد تيجي لهذيك الساحه، اي سائح من كندا من سويسرا من اي بلاد تيجي تنعطيو واحد الفرجه وتنفرجوا وتنضحكوا المواطنين، تيضحكوا النصارى وتيضحكوا تيتفرجوا. حنا ما شفنا حتى شي واحد اللي تفكرنا في هذه الازمه، عرفنا بين ما المغرب مضرور، كل شيء مضرور، جميع القطاعات ديال المغرب مضروره، ولكن حنا شكون يفكر فينا؟ راه حتى حنا مضرورين، حتى حنا مضرورين، راه هذا الشيء راه الغالب الله، راه ماشي عندنا عندنا شي حاجه يقلبوا ويدخلوا للبنكات يدخلوا لي ايه، راه ما عندنا والو. انا راه نهار ما بقى لي والو بغيت نتحول من هنا، ومني غادي نتحول من هنا ما بقى لي غادي نعاود الرهن ديالي، غادي نتحول من هنا غادي نمشي لبلاصه اخرى، راه خصني باش غير باش غادي نعاود، حيت داك المليون غادي يتهز منه الفلوس ديال الطو، غادي يتهز منه الفلوس باش غادي وما غاديش وباش غادي تلقى عاوتاني باش ترهن، وشحال غادي تسبق لك. راه حنا راه واقفين الله الله، وما كاينش اللي تيوقف معانا، ما كاينش اللي تيشوف فينا. حنا طائفة اللي منسية لآخر درجة، والحلاقية ديال ساحات جامع عرفنا راه كلهما، راه كاين مسكين اللي ما داش الا ما داش من الساحات ديال جامع عرفنا، والله لا كلاوه ولادو، والله لا كلاوه ولادو. انا تنعرف دابا الناس راه البارح تيهضروا معايا، راه جميع الجمعيات ديال ساحات جامع عرفنا كلهم، واش خنشه ديال دقيق ديال 5 كيلو ولا 10 كيلو، والفول والعدس والحمص. هذه قفه عطاوها لكم، شكون عطاكم هذه القفه؟ هذه القفه شديناها من القياده ديال ساحات جامع عرفنا. السلطه تفكراتكم بعدا؟ ايه تفكراتنا بالعداس وبالفول وبالحماص وب 5 كيلو ديال الدقيق والزيت لي سيور، واحد لتر ديال زيت العود، وواحد زيت العود اش بغيت نقول لك، ما شاء الله. غير الله يخلص بنادم من النيه ديالو، كله غادي يخلص والله. والناس المحسنين ما تفكروكمش سعدي له، اش نقول لك؟ والفنان انا بغيت غير واحد السؤال اللي خصني غنعاود ناكدو عليك، هما هاد الفنانه ديال مراكش اللي هما ولاو من اغنياء، هما تفكروكمش؟ راه هاد البرنامج ديالنا ديال صوت العداله، راه كاين فنانه قبل منك سجلنا معاهم، كلهم كياكدوا نفس الحاجه، انهم ما كيتفكرهمش، ما كيشوفوهمش. راه علاش؟ عرفتي علاش؟ لان الانسان مني تيتغى، مني تيتغى تينسى الاصل ديالو، تينسى منين بدا، وتينسى الخير اللي قدموا ليه الناس قبل ما يتعرف هو بالخير. وحنا هادشي راه تنوجهوه لهاد الناس الفنانه ديال مراكش اللي لاباس عليهم، تقيوا الله في خوتكم الفنانه اخرين بلا انا، تقيوا الله في الفنانه خوتكم اللي هما تعذبوا ومرسوا ومازال دابا تيعتني ومازال مرض. انا راه الله يجعل البركه، راه كون ما نسى بيكون انا كليت التلقان. واش كتعني ماشي مرض سعدي؟ انا مريض، انا مريض. باش من مرض مريض السعدي؟ مرض مدمن. سعدي كاين واحد الفنان انت اللي بينتيه وانت اللي شهرتيه، والان ولا فنان عالمي. فنان عالمي، واش ما عمرو جا عندك السي عبد الله؟ وكل شيء كيشهد فيه هنا في مراكش بانه انت اللي بينتيه. اش غنقول لك؟ هذاك الفنان عمرو ما شاف فيا حتى الشوفه ديال الله، حتى التليفون بلوكا ولا تدور لشي تدور ليه، ما اش نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن انا الاعتقاد ديالي في الله وفي الجمهور المغربي، والله ينصر سيدنا، انا تندبس بغيت ندير شي حاجه لولادي، ما بغيتش انا نموت ونخليهم، وانا عطيت واحد الحاجه اللي هي فرجه اللي هي من الصغر ديالي،
الناس قرات وتوظفات. انا من نهار عرفت راسي وانا في الفرجه وتنضحك الناس وتنفرج الناس، واللي تنطلب انا من المسؤولين والناس والناس ديال مراكش والمحسنين، حيت ولاو شي صدقات، ولاو شي صدقات بالتصاور، تتبغي تصدق وتتصدق بالتصاور وتتصدق بالبروتوكول وب... حنا طلبنا المحسنين اللي هما غادي يدير شي حاجه وبيديرها بينه وبين الله، يشوف فينا وجه الله، يشوف فينا وجه الله. سي عبد الله، سمعنا انه كان واحد رئيس المجلس ديال مراكش كان عمده سابق، وغادي نذكر الاسم ديالو، هو عمر الجازولي. كان دار لكم واحد الصندوق انه الفنانه ياخذوا واحد التعويض شهري. فين وصل هذا الصندوق؟ واش من يمشي هذا السيد هذا، واش بقى هذاك الصندوق من بعد ما جاوا عمداء اخرين ديال مراكش؟ فين وصل هذا الشيء السي عبد الله؟ اولا انا ضد ديال الناس اللي هما تيشوفوا هذا السيد بندرة شينا بندرة ما ماشي هي. انا تنشكر على هذا السيد، نهار كان كنا بعدا تنستافدوا، كنا تنشدوا شويه البركه، وكنا 40,000 ريال شهريا. ايه كنا تنشدو، انا بعدا كنت تيعيط عنا، عيطوا عنا شديناها من عنده. بعدا هو كمان ماشي بحال هاد الناس هادو اللي كاينين دابا، غير هاد الناس اللي كاينين دابا الله يهديهم ويتقوا الله. واش بنادم غادي يموت؟ راه بنادم غادي يموت، راه بنادم غادي يتحاسب على الصغيره والكبيره كما تنتحاسبوا مع مول الحانوت الا مشينا عنده، اش خدينا واش دينا. راه كاين واحد الحساب اللي هو صعب من هذا، ويعرفوا هاد الناس راه المسامحه ما تنسامحهم حنا حتى قدام الله، لانه غادي يقول لك بنادم هاد الكلمه غتحاول تشري كل شيء. ولكن شكون غادي شكون غادي يبيع لك هاد الكلمه اللي قلنا حنا دابا؟ راه جميع الحلاقيه راه تيموتوا، جميع الناس الحلقه دابا تسحت جمع عرفنا، وحنا تنعطيو واحد الفرجه غير دوك لوطيلات ودوك دوك القهاوي اللي كاينين تما كان عليهم يديروا واحد البركه ويجمعوها ويعيطوا على يعيطوا على المسؤولين. فين هذوك الناس ديال ساحة الجامع عرفنا اللي كانوا تيعطيونا واحد الفرجة، وبنادم تيتقهوى منها، تيتقهوى منها، تيتفرج ومنها بزاف د الحوايج. دابا هاد الحلاقية وشحال من حلاقين تنعرفوا دابا، والسيد عنده 11 ولد، عطاو 16,000 ريال، 11 ولد عنده. سي عبد الله بوكسر في جامع عرفنا. سي عبد الله باش نختصرو، شنو الرسالة ديالك الأخيرة؟ وفي نفس الوقت علاش هاد الصندوق هذا ما بقاش؟ علاش هاد الصندوق ما بقاش؟ وشكون اللي غادي تشكر؟ غنشكر الوالي ديال مراكش، غنشكر الناس اللي هما فكروا فينا، وغادي نشكر المحسنين اللي هما تنترجوا فيهم الخير يشوفوا فينا. وحنا راه هذاك الصندوق ما باقي عرفنا واش تشتت، واش خواش شكون يداه، واش خوام، واش حيدوا ليه ديك البارتيه من تحت حتى خواه وخلاو غير سميه ديال الصندوق. وحنا راه هادشي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا تنطلب من المسؤولين ومن الناس اللي تيسمعوني، ونطلب عباد الله يبارطاجيو هاد البورتاجي، يبارطاجيو على ما يحصل. أنا راه مدابز بغيت أنا نشوف شي حاجة، شي حل لوليداتي، حيت أنا مريض دابا، مريض مرض مدمن، مريض مرض ديال السكر وبزاف الشكوى على سيدي ربي. حنايا تنقول انا تنطلب من المحسنين يقفوا معايا ويقفوا مع وليداتي، يقفوا معايا ويقفوا مع وليداتي، ويقفوا مع هاد الناس ديال الحلقه، ويشوفوا هاد الناس ديال الساحه الجامع عرفنا اشنو خاصهم. والله ينصر سيدنا، الله ينصر ملكنا اللي نقدنا ونقد البلاد ديالو. وشحال شحال من دوله ما دارتش كيدار الملك ديالنا، الملك ديالنا سامح في الاقتصاد وسامح في كل شيء، وعز بالامه ديالو. الله ينصروا، الله يحفظوا لينا، والله يغلبوا على بحال هاد العديان على من تنهضروا، الله يغلبوا، الله ينصروا على هاد العديان. وحنا راه تنقولوا الله الوطن الملك والصحراء المغربيه، وشكرا لكم، وشكرا للمغاربه من طنجة حتى للقويره، راني مزاوق فيكم، ما تخليوناش وما تخليوش وليداتي ضايعين. الا يضيع لكم ما عز عندكم، وراه القناه داير واحد القناه ديالي. هادي فكرتيني في هاد النقطة ديال القناة ديالك اللي ديال اليوتيوب، بغينا نعرفوا واش باقا مستمرة، شنو الاسم ديالها،
واش غادي تخدم عليها مزيان؟ ان شاء الله. القناه ديالي اسميه ديالها المسيح المراكشي، وتنبغي المغاربه كاملين الناس يدخلوا كما تيدخلوا لبزاف الحوايج، حيت انا في الاول ما كنتش داير القناه، كانوا داير انا كنت ندير الفيديوهات، ولكن الفيديوهات كان ما عرفتش شكون كان مستغلهم وتيتخلص بهم وداكشي. انا عاد دابا عاد الله نقول لك دابا شي 6 شهور ولا شي 5 شهور دابا درت هذه القناه، وتنطلب من المغاربه كاملين يتعاونوا معايا في هذه القناه. وشكرا بزاف بزاف خوكم عبد الاله المسيح، تنبارك لكم العيد وتنقول لكم عيدكم مبارك ورمضان مبارك، والله يقبل لنا وليكم، وانا مزوق فيكم ما تخليوش لي وليداتي اللي هما قر عينيا ما بغيتهمش يضيعوا. وشكرا والله ينصر سيدنا. انا كما شفتوا معنا هذه الحلقه اللي كانت مع السي عبد الاله المسيح، الملقب المسيح، اللي هو من التراث ديال جامع فنا. كما شفتوا المعاناه اللي كيعانيها وكيعانوها الناس ديال الحليقيه ديال جامع فنا، اللي هي الساحه العالميه اللي هي السياحيه بامتياز، اللي كتستقطب عفوا السياح الداخليين وكذلك الخارجيين الاجانب. كنشوفوا ما لاقينش ما ياكلوا، بالرغم انه كيتوفروا على بطاقه ديال الفنان، ولكن ما كتقدي لهم حتى شي حاجه. كيعانيوا من امراض مزمنه، ما كاينش اللي غادي يعقل عليهم كما كيقول، ما كاينش اللي كيشوف من حالهم. كنتمناو ان تكون القلوب رحيمه، وارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء، صدق الله العظيم لقوله تعالى. نتمناو اننا نكونوا ان شاء الله في حسن الظن ديالكم، والهاتف ديالو ان شاء الله غادي نخلوه في القناه ديالنا اللي هي سات تي في، غادي نخلوه في العنوان ديال الروبورتاج مع السي عبد الاله. متابعينا شكرا لكم والى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.